بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. الحقيقة البرزنتيشن بتاع النهاردة ده تأخر كثيرا، أكثر من 4 لـ5 سنين، وأكثر عشان نعمل البرزنتيشن النهاردة في 2015 عن المصوفية الإسلامية، فده موضوع تأخر كثيرا جدا في جدة بالذات، لأنه بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 العالم تغير فيه حاجات كثيره جدا احنا لم نواجه هذا التغير الحقيقه. وانا بدات في الفتره دي ان انا ابحث في الجزئيه الخاصه بالاسلاميه المصرفيه الاسلاميه نتيجه ان العالم كله بدا يبحث فيها، الا ان احنا اصحاب الامر تاخروا كثيرا في هذا الموضوع، ولكن لعله خير ان شاء الله تعالى نكون النهارده بدايه، يعني الدكتور عاطف يدينا فكره عن هذا العالم الذي نحن جميعا شبه ان احنا نجهله او لا نواجهه. فنحن دائما كل الدراسات التي تتعلق بالجوانب الماليه والمحاسبيه تدور في فلك العلم التقليدي فيهما، يعني في الجانبين دول كل اللي بندرسه يتعلق بالجوانب العلم التقليدي زي الاقتصاد التقليدي كده، اللي هو اعتادنا ان احنا ندرسه في جميع مراحل التعليم، ولكن الامر اصبح يحتاج الى ان احنا نكون لدينا الخبره والمعرفه بهذا الامر، لانه لا يمكن ابدا انه يجوز لاحد من المحاسبين اللي بيشتغلوا في الامور الماليه عندما يتصدر قياده الامر المالي في شركه من الشركات ويتعامل مع البنوك، لان احنا تعاملنا دائما مع البنوك، يعني جانب شغل المحاسبين والامراء الماليين هو تعامل مالي بحت. تمام؟ فكما نولي اهتمام للدراسه التقليديه في هذا الامر، علينا ان احنا ندرك تماما ان الامر اصبح يحتاج الى ان نتعلم ونفهم المصرفيه الاسلاميه، احنا بنسميها كده اسلامك فاينانس. يعني كلمه مصرفيه الناس بتقلق منها جدا، عندما اقول لاحد مصرفي يقول لك هو انا مش عارف البنك. لا يا سيدي انت مش عارف البنك، انا مش عارف البنك. صح؟ انت بتشتغل في البنك لكنك بتشتغل مع البنك، مش لازم تشتغل في البنك عشان تكون عندك فهم من هذا العلم. نريد ان يعني نولي هذا الامر اهتمام، وزي ما قلت حضرتك اثرنا كثيرا في هذا المجال حتى نصبح ملمين اماما جيدا بهذا العلم الذي اصبح الان العالم يتجه اليه بشكل كبير. يمكن حكيت للدكتور عاطف انا بدات ادور على القصه الا ما لقيت ان تبعات الازمه الماليه العالميه في 2008 كنت تسمع كلام وحوارات ولا تتحمس على كل في العالم يذهب الى الاقتصاد الاسلامي، وقالوا ان الحل لهذه الازمه لن يكون الا من خلال الاقتصاد الاسلامي. طيب انا سالت نفسي ساعتها طب انا اعرف يعني الاقتصاد الاسلامي؟ طب هل يجب ان نعرف؟ يجب ان نعرف، يجب يعني الامر ليس بس على الجبل، يجب ان نعرف. ثم بدأنا البحث في هذه القضية فلم نصل إلى شيء، وجدنا أن هناك بعض كتب الاقتصاد الإسلامي التي تصير بشكل فقهي مؤلفين هم بالأساس يتحدثوا بجانب الشرعي، لم يمارسوا علم الاقتصاد لا التقليدي ولا غير التقليدي. فخرجت الكتب والمؤلفات تقراها هي قليله جدا على فكره، لن تجد الكثير منها، قليل جدا في هذا الا انه من تخصص في هذا المجال هم من ليسوا عرب. فالكتب كلها تجدها في المكتبه، لو رحت تلاقي اسلامك فاينانس كل المؤلفين باكستانيين اصحاب الجنسيات البريطانيه، يعني عايشين في بريطانيا، فالمؤلفات كلها باللغه الانجليزيه في هذا المجال بشكل. فاحنا النهارده بنعمل يعني اول برزنتيشن بيتعمل في هذه القضيه بالنسبه لهذا الامر في جدا. عليك ان تركز في الموضوع، تناقشه مع نفسك. تحتاج ان تتعلم المصرفيه الاسلاميه، تتعلم المنتجات في هذا المجال. فانا حبيت بس ان انا اعمل هذا التقديم واطلب الامر من الدكتور عاطف، يعني ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. الحمد لله، جزاك الله خير يا دكتور. انا بس يمكن احتاج، الحمد لله يعني الامور هتمشي، بدا يعمل ستار تاني. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حقيقة أتقل بالشكر والتقدير والعرفان والامتنان إلى أخي الفاضل الدكتور جميل على إتاحة هذه الفرصة العظيمة أن أنا أكون موجود بينكم وأمامكم في طرح موضوع الدكتور الحقيقة يعني طرح وأوجز وأفاض في نفس الوقت عن أهمية هذا الموضوع في الوقت الحالي، ألا وهو دراسة الاقتصاد الإسلامي والمالية الإسلامية بفروعها المختلفة اللي أصبحت الآن دلوقتي مطلب العالم كله. لم يعد الآن دلوقتي النداء في الدول الإسلامية اللي تؤمن بعقيدة الإسلام تطالب بتطبيق هذا العمل فقط بس، إلا أنه الموضوع وصل إلى مرحلة لأنه أصبح هو العلاج الشافي لجميع اقتصاديات العالم. الاقتصاد ينبني على الأمور المالية والنظريات الاقتصادية زي ما حضراتكم عارفين، وبالتالي إذا فقدنا الجوانب الاقتصادية الحقيقية النابعة من منهج حقيقي يحقق الخيرية للبشرية إذن اختلت الحياة كلها. وزي ما احنا شايفين الدكتور ذكر أزمة مالية عالمية عصفت بالعالم كله وانتهت بأنه شركات تنهار، 150 بنك ينهاروا في خلال شهرين ونص أو ثلاث أشهر، من أكبر ثالث بنك في العالم في أمريكا ليمان براذر ينهار برضو زي ورق الكوتشينة. وبعد البحث في هذه القضايا وجدوا أن هناك خلل كبير جدا إما في طبيعة المعاملات أو في الجانب الأخلاقي أو أسباب كثيرة جدا وضعت أمام العالم إلى أن وصلت إلى الحكومات والحكام. طيب أين العلاج لهذه الاقتصاديات؟ وهل فعلا ممكن يكون الاقتصاد الإسلامي والمالية الإسلامية هي الحل الناجع؟ إحنا كمسلمين أول ما بنسأل السؤال ده بنجاوب بفطرة الإسلام، بنقول نعم لأن إحنا مسلمين وندعي أن الحل موجود في الاقتصاد الإسلامي، ولكن ليس الإدعاء هو الكافي، ولكن كيف يتم إيجاد العلاج والتطبيقات الصحيحة اللي تنقذ العالم كله من هذا المرض الخطير وهو الفشل الاقتصادي في الاستمرار وتحقيق التنمية الحقيقية وما إلى ذلك، وبالتالي ينعكس على المجتمعات كأفراد بإحداث الرخاء داخل المجتمع وتوفير الحياة الكريمة. موضوع الاقتصاد موضوع كبير، ليس موضوعنا اليوم النهاردة نتكلم فيه بالتفصيل، إنما أنا عايز أقول هو مدخل. السؤال اللي بيتسأل دائما وزي ما هنشوف دلوقتي في بعض النقاط ربما مع بعض الفيديوهات البسيطة، إنه كل ما بنحضر في مؤتمر، كل ما بنحضر أمام يعني ناس أفاضل زي حضراتكم، بنخرج من اللقاء نقول إيه؟ نحن أولى بتطبيق الاقتصاد الإسلامي، نحن أولى بتطبيق المالية الإسلامية تعتمد على فقه المعاملات، تستمد معاييرها من القرآن والسنة والقواعد الفقهية اللي تحقق الخيرية للناس في المجتمع. لما بنصل إلى نقول نحن الأولى برضو ما زلنا في الإطار النظري، طب كيف نكون أولى ونقدم إلى العالم النموذج الرائع؟ لما بحثنا في هذا المجال وجدنا إنه الهدف الأساسي لنا كمتخصصين سواء في الاقتصاد الإسلامي أو في الموارد البشرية والHR، العنصر البشري هو الهدف الأساسي لتحقيق هذه الغاية. بدون تطوير وتأهيل العنصر البشري والارتقاء بمستوى العلمي والعملي والمهني في هذا المجال لن نحقق هذه الغاية. فبدأنا من عدة سنوات الحقيقة نخوض هذه التجربة، انطلقنا من داخل المؤسسات المالية وحققنا في داخلها الحمد لله نجاحات طيبة بأن احنا أعدينا خطط تدريبية وتأهيلية للعاملين في المؤسسات المالية، وبدأنا ببعض البنوك اللي كنا نعمل فيها والحمد لله، وعدت خطط استمرت سنوات لإعداد العاملين داخل المؤسسات المالية لكيفية تقديم هذا النموذج إلى العملاء وإلى الشركات بشكل يتناسب مع احتياجاتهم المعاصرة، وأقول تحت المعاصرة 100 خط، لأنه المتغيرات الموجودة في هذا الوقت تحتاج إلى مواكبة وتحتاج إلى عنصر بشري مؤهل، عنصر بشري مبدع مبتكر يستطيع أنه يصل إلى مرحلة في النهاية زي ما بنطرح الآن دلوقتي الهندسة المالية الإسلامية، كيف يقدم نموذج رائع من صيغ التمويل الإسلامي للشركات والمؤسسات بحيث أنه هو يعطيها كل ما تحتاجه لتحقيق أهدافها في النشاط الخاص بها والوصول إلى النشاط
والعمل الذي يتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية فيحقق لها الاستقرار ثم يحقق لها البركة والنماء في ذات الوقت. الأمر ليس عمل فقط بس، الأمر فكرة يجب أن نؤمن بها، الأمر منهج يجب أن نقتنع بتطبيقه، وعندما نقتنع بتطبيقه ونؤمن بهذه الفكرة نواجه كل التحديات اللي موجودة ونتخطاها بنجاح كبير جدا. من فترة بسيطة يا دكتور جاني اتصال وأنا في المنطقة الشرقية، هل ممكن عاطف تكون في ولاية بورسودان في البحر الأحمر في خلال 3 أيام؟ طب إيه الموضوع؟ والله عندنا دورة تدريبية لستاف الجامعة في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، وعندنا مؤتمر في اليوم الرابع، يعني عايزينك تشارك في الفعاليتين. حقيقة أول ما جالي اتصال أنا عندي ارتباطات داخل المملكة، بدأت أسأل نفسي سؤال، إن لم ألبي هذه الدعوة، يعني الإنسان يجب أن فيها جهد وتعب وربما بعض التضحيات في العمل وأمور اجتماعية، إلا أنه على طول رتبت أموري في خلال نص ساعة، كنت باعت رسالة أن أنا جاهز للتحرك، حركت من الرياض للخرطوم لبور السودان في خلال 24 ساعة، كنت واصل هناك حتى عميدة الجامعة نفسها استغربت، جيت الفندق قالت احنا أول مرة في حياتنا أن احنا نعمل بروتوكول مع جهة ونفاجأ بأن هم جاهزين للتنفيذ معنا. قدمنا البرنامج في خلال 3 أيام للاستاف الجامعة، بهروا لما عملنا مقارنة بين الاقتصاد الاشتراكي والاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الإسلامي، فوصلنا في النهاية إلى أنه المنهج الإسلامي في تطبيقاته، خاصة أن احنا طرحنا الموضوع في تطبيقات عملية نقلناه إلى صيغ التمويل والمنتجات، فالناس وجدوا أشياء مش موجودة عندهم في الجامعة، نقلنا الإطار النظري اللي هم عندهم في محاور معينة إلى داخل القطاعات المالية والمصرفية، فقرروا في النهاية بمستشار الجامعة أن يتم تأسيس معهد الاقتصاد الإسلامي لتدريس وتعليم الشهادات العليا في داخل الجامعة فضل الله تعالى، وتعمل المؤتمر بعد كده عشان نضع النقاط على الحروف ونقدم ورقة عمل في الهندسة المالية الإسلامية وكيف يتم فعلا تقديم هذه الأدوات بشكل احترافي في المجتمع للشركات والمؤسسات. أنا موجود بين كوكبة من الزملاء الأفاضل، ناس ماليين، محاسبين، خبراء، قانونيين، أساتذة جامعة، ممكن نصل إلى مرحلة نقول نحن أولى بأن احنا نحمل هذا الأمر وننطلق به خلال الفترة القادمة. ما فيش عمل أبدا هيكون موجود في حياتنا المهنية إلا ما في النهاية هنحتاج أنه هو يطعم بالضبط الشرعي، عندنا أمانة وعندنا مصداقية في العمل، إنما في أمور كثيرة جدا بتحكم الزميل كمدير مالي في داخل منطقة العمل، وإحنا خدنا هذه التجربة فوجدنا إن في بعض الزملاء يستطيع أن يغير نظام الشركة ويعمل ريستراكشر بالكامل إذا كان مؤمن بهذه الفكرة ودرس وأصبح الحمد لله عالما بهذه الأمور، وحدث بالفعل. فإحنا هدفنا الأساسي إن إحنا نتجه ناحية المؤسسات المالية، نتجه ناحية الشركات، نضبط المعاملات عندنا بالضابط الشرعي وفق الضابط الشرعية، نسعى إلى التطوير والتغيير لأنه التطوير والتغيير أمانة ومسؤولية لكل واحد فينا، لن ننتظر هذا الأمر إن هو يحدث، وبالتالي عندما ندخل في هذا النطاق يبقى عندنا الحمد لله قوة وفعالية للتحرك. أنا حبيت أدي المقدمة إن كنت أطلت فيها شوية، إنما الهدف اليوم النهاردة إن احنا نستعرض موضوع كيف ندخل في دراسة المالية الإسلامية بفروعها المختلفة. عندنا شهادات مستقلة، عندنا دبلومات، عندنا ماجستير مهني تنفيذي، ممكن بعد كده يكون في مسارات أبعد من ذلك، ولكن هنكتفي إن شاء الله حسب الوقت المحدد لنا بإن احنا نطرح الجزء بتاع الشهادات ومواد الماجستير المهني التنفيذي، ونستقبل من حضراتكم أي سؤال لو سمحتوا لي، يعني عشان برضو إدارة الوقت ووقت الزملاء مع الدكتور. الموضوع بكل بساطة هو عبارة عن دراسة خدنا فيها تجربة خلال الفترة الماضية، قدم فيها شهادات مستقلة اللي هي الـ CIB Certified Islamic Banking أو بانكر، وخدنا فيها تجربة الماجستير المهني التنفيذي بفضل الله تعالى، وتم تخريج أول دفعة على مستوى المملكة العربية السعودية من الرياض، ضم 23 مشارك ومشاركة، والآن الحمد لله إحنا في دورات ولقاءات في برامج مغلقة مع المؤسسات المالية باختلاف أنواعها سواء داخل المملكة أو خارج المملكة، والمشاركة في الدورات المغلقة أصبحت الآن شهادات بتعتمدها المؤسسات المالية لتأهيل العاملين فيها على أنه يكون معتمد، يعني يحصل على شهادة معتمدة
من المجلس العام. والحقيقة الشهادات بتعمل نقلة نوعية بالنسبة للزميل أو الزميلة اللي بيحضره، لأنه هو بيدخل في داخل إطار العمل للتنفيذ، وبعدين بيفتقد كثير من الجوانب الخاصة بالمعايير الشرعية أو سعة الأفق شوية في أنه كيف يلم بصيغ التمويل بالقواعد الفقهية بشكل متكامل، ويستطيع أنه يتعامل مع الناس باحترافية شديدة. هنشوف مع بعض بعد أن تشرفت يعني بأنه يكون طلائع ريادة والرواد كمجموعة للإشارات والتدريب في تعاون مع مركز فصوص الحكمة، وإحنا بنشرف نكون موجودين في مقره اليوم النهاردة طبعا تحت مظلة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين. ودلوقتي هندخل على الموقع في دقائق بسيطة، وأقول لحضراتكم يعني برضو فكرة عشان اللي يحب يتواصل بعد اللقاء دوت مع الموقع للاستزادة، هيكون المعلومات موجودة بإذن الله. الماجستير هو بيطلق عليه البروفيشنال ماستر إن إسلامك فاينانس، وله مراحل معينة عشان نقدر ان احنا نتعامل من خلاله. بسم الله الرحمن الرحيم. لو انتقلنا الاول من شعار مهم جدا يعني في ثواني بسيطة، التقاء حضراتكم مع الدكتور جميل او في اي مجال تدريبي هو للارتقاء، احنا بنلتقي لنرتقي دائما، وهدفنا الوصول الى القمة، والتدريب دائما عطاء وارتقاء من الجميع. اذا انطلقنا من الصورة ديت هنقول ان ده معتقدنا الاساسي، اقدس واطهر بقعة ارض في العالم ينطلق منها هذا المنهج الالهي اللي يعني يقصده ملايين من البشر. احنا دايما بنسأل نفسنا سؤال، كل هؤلاء الناس اللي بيروح هذا المكان يتعبدوا يأتونا بعد كده عشان يسألونا كيف نتعامل معاملات فيها الحل وفيها الضابط الشرعي، فإحنا نعتبر مستشارين أو مستأمنين على الرد على هؤلاء الناس. كيف نجهز نفسنا ونؤهل نفسنا إلى هذا الأمر؟ العبادات تتناول ثلث الفقه، والمعاملات تتناول ثلثي الفقه، وبالتالي هذا الأمر جدا في غاية الأهمية والخطورة إن إحنا نتعلمه ونفقه ونعرف ضوابطه الشرعية. ممكن نتعامل في التمويل من خلال المؤسسات المالية، محتاجين إن إحنا نقابل العملاء ونقدم لهم التمويل والاستشارات وما إلى ذلك، وننتقل بعد كده إلى التنفيذ الميداني اللي ينطلق التمويل والاستثمار في هذه المجالات. كل واحد فينا أعتقد بيرتبط بهذه الأعمال ارتباط مباشر. أنا تعريف بسيط كده يعني، معكم أخوكم عاطف إبراهيم إسماعيل، مستشار تدريب للبنوك الإسلامية، مدير تنفيذي لمجموعة رواد الإشارات والتدريب وطلائع ريادة في المملكة العربية السعودية. عندي دراسات في الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي، وعنوان الرسالة تخطيط الموارد البشرية وأثرها على تطوير الأداء في البنوك الإسلامية. وفقت في الحصول على ماجستير في الاقتصاد الإسلامي بعنوان تطوير الأداء التدريبي للمعاهد المصرفية في مجال المصرفية الإسلامية، والحمد لله هذه الرسالة صدر فيها كتاب وتم اعتماده من وزارة الإعلام في المملكة، وإن شاء الله يقدم إليكم هدية خلال الفترة القادمة بإذن الله لمن يتطلع للدخول في منطقة التدريب، وده نقطة هنتكلم فيها إن شاء الله في استكمال السيمينار. حصلت على زمالة هيئة المحاسبة مراجعة السيبة من الأيوفي في البحرين، وعملت في القطاع المصرفي ما يقرب من 30 سنة. أنا راجل عجوز يعني وجد لطفلين يعني، وسامحوني يعني كنت محتاجين واحد شباب، ولكن الدكتور بقى يعني أزلينا نكون معكم يعني دكتور شباب وحيوية ما شاء الله يعني الله يبارك فيكم. يعني مجال التدريب عندي حوالي 20 سنة فضل الله متصلة. حصلت على شهادة مدرب محترف من شركة ميرك العالمية، واعتمدت من المجلس العام للبنوك الإسلامية كمدرب معتمد دوليا والأكاديمية العربية. شرفت بأننا نتواصل مع حوالي 18 ألف من منسوبي الشركات والبنوك والمؤسسات والجامعات خلال الفترة الفاتت، في عدد منهم لا يقل عن 5000 في المجال المالي والمصرفي والشهادات المهنية اللي احنا موجودين فيها، وهذا شرف الحقيقة عظيم لي. يعني تعريف بسيط كده للبرنامج، أطلق برنامج الماجستير المهني في المالية الإسلامية ضمن خطط المركز الدولي للتدريب الإسلامي التابع للمجلس العام. المجلس العام تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ويجي تحت منه المركز الدولي للتدريب. والمركز أسس الحقيقة بهدف طرح البرامج التدريبية اللي تتعلق بمجالات المالية الإسلامية بصفة عامة.
وكان هدفه تأهيل ورفع كفاءة العاملين في مجال المصرفية الإسلامية والمالية الإسلامية بصفة عامة، إعداد كوادر مؤهلة ومدربة تجمع بين المعرفة الفنية للمصرفية والمعرفة بالأحكام الشرعية، وده نقطة مهمة جدا الحقيقة بنركز عليها في برامجنا التدريبية. هنوصل لمرحلة الآن دلوقتي نقول والله مهم جدا الجمع بين الأمرين، الدراسة النظرية الأكاديمية والخبرة العملية عشان يحصل بينهم، ثم نأتي بعد ذلك إلى الجمع بين أمرين مهمين جدا وهي الخبرة العملية في العلوم العامة أو الدنيوية والمعايير الشرعية، يجب أن يحدث تزاوج أو توأمة، وإلا هيفضل دائما الانفصال موجود في منطقة العمل. مكونات البرنامج بيتكون من 6 مواد أساسية، مادة اختيارية ومادة البحث، بواقع 25 ساعة معتمدة لكل مادة، كل مادة لها 25 ساعة تدريبية. إزاي يقدموا هنتكلم في النقطة دي ونبقى نرد على أسئلة حضراتكم. بتمتد مواد البرنامج على 5 أيام تدريبية بواقع 5 ساعات تدريبية يوميا مشفوعة باختبار، كل مادة لها اختبار في النهاية بيجي من المجلس العام ويقدم إلى الناس، ممكن يقدم تحريري وفي إمكانية أنه هو يبقى أونلاين، موجودة الاختبارات كلها حسب طبيعة المجموعة اللي بتدرس. المدربين اللي بيتناولوا هذا الموضوع حقيقة يعني في مجموعة حوالي 15 خبير الحمد لله جاهزين لأنه هم يتواصلوا مع الدارسين في هذا المجال في تخصصات مختلفة. إحنا اختيار المدرب له معايير عندنا وبيعتمد من المجلس العام، ويجب أن يكون يجمع بين الخبرة العملية والمؤهلات العلمية. جاءنا أساتذة جامعة وحبوا أنهم يشاركوا معنا، وقلنا لهم لو تسمحوا لنا يجب أن تعيشوا معنا القصة الأول، لأنه الطرح الأكاديمي لوحده إحنا محتاجين ناس يطرحوا حالات تطبيقية ويتواصلوا مع الناس في التطبيقات العملية. وبالفعل الحمد لله نجحنا في هذا الموضوع أن يكون معظم المدربين يجمعوا بين الأمرين. من مزايا البرنامج أن المواد العلمية معتمدة، أنا عايز أطرح بس بعض نقاط بسيطة، بيوفر للمهنين فرص عمل متميزة في أكبر مؤسسات المالية الإسلامية على مستوى المحلي والعالمي. المصرفية الإسلامية والمالية الإسلامية الآن دلوقتي طرح عالمي وليس طرح محلي، يأتينا ناس من أوروبا ياخدوا معنا دراسات ويقولوا والله طالبين مننا أن احنا نرجع لهم تاني عشان في احتياج الآن دلوقتي في أوروبا وكثير من دول العالم. الآن دلوقتي يأتيني تليفونات عايزينك في بعض دول أفريقيا عشان نقدم فيها في مشروع ضخم في مجموعة دبي الإسلامي على مستوى العالم. كل الحاجات دي بتتطلب انتقال الناس إلى هذا المكان للعمل فيها والتدريب في نفس الوقت. الارتقاء المهني في المجال المالي والاقتصادي، الاعتماد الدولي من أكبر الجهات الداعمة للمالية الإسلامية، بيؤهل الخريجين للعمل في مجال الاستشارات المالية الإسلامية، أصبح الآن مطلب مهم جداً. كيف يتم التمويل الإسلامي فاينانس، كيف يتم الربط بين البنوك وبين الشركات، من يقوم بهذه العملية ويوفق هذه الأوضاع. بيمكن الخريجين من التدريب الاحترافي في فروع المالية الإسلامية، رؤية مستقبلية مع الدكتور جميل بنقول احنا عايزين 10 مدربين في جدة جاهزين، كيف نعد 10 مدربين أو 20 مدرب يتولوا تقديم هذه البرامج سواء على مستوى دراستنا أو يطلبوا داخل المؤسسات والبنوك. تسجيل الخريجين بموقع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية زي ما هنشوف دلوقتي بيساعد الخريجين على استكمال دراساتهم العلمية في مجال الاقتصاد الإسلامي وفتحها، يعني بالفعل هذه الدراسة بتفتح الشهية يعني بالبلدي كده زي ما بنقول، كثير من الزملاء انطلقوا بعد كده وأكملوا دراساتهم في الاقتصاد الإسلامي. طبعا المواد العلمية معتمدة من عدة جهات، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي الدولي، المعهد الدولي للبحوث والتدريب، عدة جهات لازم تعتمد المواد العلمية قبل ما تقدم إلى، زي ما هنشوف دلوقتي على سبيل المثال دي مادة علمية للسي اي بي لازم تكون معتمدة قبل أن تطرح في قاعات التدريب وتدرس، لأنه اعتمادها بيبقى منهج موحد على مستوى العالم، ثم ينزل الأسئلة برضو موحدة على مستوى العالم مع وجود تغيير فيها طبعا بنماذج مختلفة من وقت إلى آخر. الحقائب التدريبية معتمدة باللغة العربية ويمكن أن تقدم اللغة الإنجليزية لمن لمن يرغب. اللغة الأساسية العربية طبعا زي ما قلنا ويمكن تقديمها باللغة الإنجليزية. الاختبارات نيجي الاختبارات والتقديم، بتشفع كل مادة باختبار بتكون نسبة النجاح فيه بواقع 60% لو أنا درست الماجستير المهني، يعني لو أنا سجلت من البداية للماجستير المهني وبدأت أدخل الاختبارات إذا حصلت على 60% ممكن أكون بجتاز. طيب أنا هدرس 7 مواد، 6 مواد أساسية ومادة اختيارية، في النهاية المتوسط لازم أقلش عن 70، ودي برضو ميزة من المزايا أنه بيعطيلك فرصة أن أنت لو عديت 60 خلاص باس، بتبقى الحمد لله عديت، بتعوضها في المادة اللي بعدها
لغايه ما بتنتهي. في النهايه في اختبار تحريري شامل بيعمل لك اختبار على المواد كلها، بيحدد موعد ويجي الساده الافاضل الدارسين يحضروا ويعمل اختبار شامل كانه بيعمل باك فاليو كده على ايه، على المعلومات السابقه. الاختبار ده حقيقة بيبقى ما فيهوش تعقيدات لأنه الناس بيكونوا درسهم، وفي نفس الوقت بياخد شكل التبسيط، وبالتالي الحمد لله النتائج فيه بتكون طيبة بالنسبة للحضور. طبعا ده نموذج للشهادة، ده زميل حصل على الشهادة فعليا والحمد لله ربنا وفقه، حصل على 3 شهادات أو زمالات بالرغم من أنه هو خريج تجارة تخصص في الاي تي، إلا أنه كان مغرم بدراسة المالية الإسلامية بفروعها المختلفة. ربنا وفقه الآن دلوقتي وجاله عرض ممتاز في دبي، انتقل من المملكة إلى دبي. الصورة دي صورة لمجموعة دورة مغلقة لمصرف إنماء، الآن دلوقتي عنده استراتيجية على إن هو ينطلق بكل العاملين فيه، بدأ بالمدراء وإيه عنده خطة استراتيجية للاستكمال، والحمد لله اجتازوا من البرنامج وفضل الله تعالى كانت نسبة النجاح معهم 100% في السي آي بي. شروط التقدم لبرنامج الماجستير، بيشترط في المتقدم للبرنامج أن يكون حاصل على بكالوريوس أو دبلوم جامعي في أحد التخصصات مالية، الاقتصاد، التجارة، الإدارة، القانون، الشريعة، وكل ما له علاقة بإيه بهذا المجال. حقيقة الميزة في المجلس العام إن هو وسع الدائرة، حتى إحنا لما بنقوله في تخصصات شوية بعيدة، يعني ناس مهندسين، ناس صيادلة، بيسمح بهذا الموضوع لأنه مجال المالية الإسلامية ليس حكرا على أحد. الآن ممكن أنا عايز أدرس هذه الأشياء وأحقق فيه نتائج علاقة بمجال هذه الدراسة أو مجال المالية والبنوك. دكتور أنا قدامي 5 دقائق كمان، ممكن؟ مناسب؟ طيب متطلبات البرنامج عندي مواد أساسية ومواد اختيارية. المواد الأساسية مادة المصرف الإسلامي المعتمد اللي هي الحقيبة بتاعتها اللي أمامنا، وبعدين مادة الأسواق المالية، التجارة الدولية، المحاسبة المصرفية، التدقيق الشرعي، متطلبات قانونية. وبعدين بختار مادة من الـ3 مواد الأخرى، الحكومة الابتسال، مادة إدارة المخاطر، مادة التأمين التكافلي. لو المجموعة اتفقت على مادة واحدة من هذه المواد فخلاص بتبقى هذه المادة من ضمن الـ6 مواد، والمجموعة بتنطلق إيه في الدراسة بتاعتها. طيب الجميل في هذا الموضوع إن كل مادة، كل عنوان من دول بيعطوا دبلومة. فممكن لو أنا درست الشهادة وخدت الشهادة بتاعتي على سبيل المثال، أنهيت الدراسة بتاعتي وخدت الشهادة وعايز أكمل دبلومة، فأقدر أدرس 3 مواد تانيين وأحصل على دبلومة. وبعدين عايز أكمل الماجستير، يبقى الـ4 مواد دول جزء من متطلبات الماجستير وهكذا. فدي ميزة إنها ما بتوقفنيش عند حد معين في الدراسة وتعطيني فرصة. طب أنا خلصت هنا وسافرت رجعت مصر وعايز أكمل دراستي، تقدر تكمل دراستك من مصر الحمد لله من خلال امتدادنا كوكلاء في الرواد في مصر، يعني لن تتوقف الحمد لله في مجال الدراسة. طيب التفاصيل بتاعت المواد أنا مش هقف عندها كتير لأنه ممكن تتوزع على حضراتكم، موجود في المركز هنا نموذج منها إن شاء الله، موجود تحت كل مادة المداخل بتاعتها اللي بتدرس، المحاور الأساسية الخاصة بيها زي ما حضراتكم شايفين، وبننتهي في النهاية إلى الحصول على شهادة الماجستير بفضل الله تعالى، يعني بعد استكمال الدراسة بالكامل. وإحنا الآن دلوقتي بنعمل حفل تسليم لمجموعة الرياض، يعني الحمد لله 23 الآن شهاداتهم وصلت وبتعملهم حفل تكريم خلال الفترة القادمة. منهم أحد الزملاء كان مسافر مصر فقال لي معلش يعطيني الشهادة بتاعتي، فجي إلى الشركة وسلمنا الشهادة عشان يعني في حاجة لتقديمها في بعض الجهات، وندعو له إن شاء الله بالتوفيق في هذا المجال. بننتهي بقى النهاية اللي هي الثمرة بتاعة الدراسة يا دكتور. احنا مش عايزين نقف عند منطقة ان انا حصلت على شهادة، ماذا بعد؟ احنا كمهنيين دائما بنقول والله الشركة ممكن تاخد قرار وتمشيني، الموضوع ايه، انا زعلان مع مديري، الامور اللي هي تحدث داخل منطقة العمل. هدفنا الان والحمد لله الدكتور جميل يعني عنده رؤية في هذا الموضوع، ربنا يبارك فيه وفريق العمل، ان احنا نسلح الناس اللي موجودين في قاعة التدريب او الحاضرين معنا لانه يكون عنده احترافية في انه يحصل على شهادات مهنية ثم ينتقل الى الحصول على دورة اعداد المدربين في المالية الاسلامية، ثم ينتقل بعد كده الى التدريب والاستشارات ويشعر بانه هو انطلق اصبح غير مهدد في مجال الوظيفة المحدود بالنسبة له. وهذا أمر عن تجربة شخصية حقيقة لن أتكلم فيها، 20 سنة أو 30 سنة في القطاع المصرفي كنت موظف، عندما انطلقت بفضل الله تعالى أشعر الآن دلوقتي براحة تامة وإنه بتحرك في أي مكان. أنا اليوم النهاردة معاكم، بعد يومين عندي برنامج مع ساب، بعد كده هنتقل إلى الخرطوم عندي دورة تدريبية وهكذا استشارة. كل الأمور دي بتعطي للإنسان
يعني الحقيقة نوع من الحرية والحركة أكثر، وبعدين تطور ذاته دائما. الأمر الثاني اللي هتكلم فيه المرعى عصب الحياة، وأنا أؤكد لكم أن هذا المجال بفضل الله تعالى فيه ندرة شديدة جدا، ويحتاج إلى متخصصين، يحتاج إلى مهنيين محترفين، يحتاج إلى مدربين واستشاريين. والقيم اللي بتعرض قيم ليست بالبسيطة، يعني أشياء مغرية بتقدم الآن دلوقتي، وربما في بعض الأحيان أنت اللي تضع شروطك طبعا بما لا يتجاوز حدود الشرع، عشان لا نستغل إيه؟ لا نستغل الظروف، لأن الربح في الإسلام مطلق إلا إذا كان إيه؟ يعني يكون في حدود المنطق وعدم الاستغلال. ده الحقيقة اللي أنا حبيت يعني أطرحه في الوقت، بعد شكر الجزيل للدكتور، وأسف أن أنا أطلت عليكم. إذا إن شاء الله في خطوة في التسجيل أو الحمد لله الاقتناع والإيمان بالفكرة، أنا بترك الموضوع مع الدكتور ترتيبه والأستاذ إبراهيم هنا في التواصل، وأكون تحت أمركم في أي وقت. تليفوني هيكون موجود معكم إذا حبيتوا تواصل مباشر معي. البركة في الدكتور يعني برضو لو في أي حاجة. في النهاية لو تكلمنا على التكاليف، التكاليف اللي قدام حضراتكم هي تكاليف تقديرية، ولكن يمكن التعامل معه، لأنه أنا اتفقت مع الدكتور إلى أنه كل مشاريعنا التدريبية هي مشاركة. احنا بنشوف عدد الناس اللي موجودين في المجموعه قد ايه، وبعدين بنطرح عليهم المشاركه اللي في حدود الامكانيات والطاقه واللي تنجح البرنامج. فنحن شركاء في هذا الموضوع، وليس الموضوع هدف اساسي ربحيه، هي رساله الحمد لله بنقدمها الى الجميع. ومع خالص الشكر وتقدير لحضراتكم وللدكتور جميل ولمركز فصوص الحكمه، يعني اتمنى لكم كل التوفيق. ولو الدكتور سمح لنا باي سؤال ولا حاجه يبقى تحت امر حضرتك، يعني الوقت مطروح لك. يعني في كلام اسئله لو حضراتكم بعد طول الاسبوع كم جلسه كان عندنا؟ نعم الاسبوع كم محاضره فيه؟ احنا المفروض ان يكون الخمسه ايام، اليوم في 4 ساعات تدريبيه، يعني بنقسمه على محاضرتين او 3. ممكن يكون الخمسة أيام متصلة أو ممكن يكونوا متفرقين. إحنا أول ما بنكون المجموعة على طول وبيبتدوا الدراسة بنبتدي نطرح عليهم ما يناسبهم من الوقت. والله في بعض الزملاء بيقولوا والله إحنا عايزين نخلص المادة وناخد أسبوع وبعدين نختبر مثلا، يعني فده نظام بيتعمل، أو ناخد مثلا يومين كل أسبوع. وبالتالي إحنا عندنا على فكرة الدراسة لن تنتهي قبل 7 أشهر، دراسة الماجستير كامل. اما الشهاده لوحدها ممكن تنتهي في اسبوع وتختبر بعدها على طول. يعني الزملاء اللي شفتوا شهاداتهم بتوع مصرف الماء كانوا الدوره 5 ايام، في اليوم الخامس كانوا بيختبروا. فده طبعا حسب الاتفاق وحسب التفرغ لحضرتك. يعني احنا بمكه ساكنين، نعم بيتنظم عندنا الحمد لله بعض المشاركين من مكه برضو، وممكن يكونوا معنا في جده. بيتنظم الموضوع حسب ظروف حضرتك وحسب ما انت بترتب مع الدكتور هنا. الامور دي كلها اعتبرها في منطقه الممكن، يعني ما عندناش يعني الحمد لله مشكله. احنا بنوفق الامور يعني ننزل على زي ما بيقولوا الضعيف، يعني في ظروف وفي امكانيات. الخطوه الاولى تكون الماجستير المهني، مظبوط؟ نعم. الخطوه اللي بعدها المفروض موضوع تدريب ولا يكون في خطوه بعدها؟ حضرتك اللي بتقرر. حضرتك اللي بتقرر. انت على فكره ليس بالضروره ان انت تنتظر لغايه ما تنتهي من الماجستير المهني عشان تدرب. انت لو حصلت على شهاده او 2 من حقك ان انت تبقى سيرتيفايد فيهم. لو انت يعني رايت في نفسك ان انت تقدر تقدم هذه الشهادات مع المهاره التدريبيه على طول بيفسح لك المجال. كشهادات منفصله. نعم، مش كل المدربين المعتمدين في المجلس العام حاصلين على الماجستير المهني التنفيذي. في ناس حاصلين على السي اي بي بس، والنهارده بينفذوا مشروع في الخرطوم لمده 3 اسابيع مع بنك دبي الاسلامي. فعشان اطمنك يعني مش مرتبط بانهاء الدراسه بالكامل. يعني معناته ان كل جزء من البرنامج او كل ماده له شهاده مختصه. ادي السي اي بي وادي الماجستير المهني التنفيذي. يعني بالضبط ادي الشهاده اهي، ده الماجستير المهني التنفيذي، وادي السي اي بي هي شهادة مستقلة من الماجستير المهني التنفيذ. فالحصول عليها في ميزة اللي هو الدراسة المرحلية. ولكن المجموعة بتاعت الرياض بفضل الله يعني خدوا الموضوع كملوه على طول الأخر بفضل الله تعالى. يعني ما فيش 2 بس هم اللي كانوا داخلين ياخدوا الشهادات، والآن دلوقتي بيخشوا في المجموعة الثانية. الكوست بتاع الشهادة ده للبرنامج كله ولا كل شهادة مفصلة؟ كل وحدة طبعا لها الكوست بتاعها، وطبعا الكوست بتاع الماجستير يختلف عن الشهاده المستقله. يعني الماجستير كدراسه لان هو اعتماده من المجلس بيختلف.
يعني المجلس بيعتمد الماجستير بسعر ويعتمد الشهادة المستقلة بسعر، خدت بال حضرتك؟ فحسب القرار اللي انت بتاخده في البداية بيكون ايه بتنطلق فيه. الفروقات بسيطة يعني مش نعم يعني حسب ما الاختيار من الاول، هل انا اشتغل شهادات او هاخد الكورس ككل؟ بالضبط بالضبط، يعني لو خدت السي اي بي لوحدها لها تكلفه لوحدها، لو دخلت في الماجستير من ضمنهم السي اي بي بيبقى فيه تكلفه اخرى، يعني بيبقى فيه حوالي تخفيض حوالي 25% تقريبا. الماجستير كله كام؟ الماجستير كله لو المجموعه في حدود 20 شخص ممكن يبقى في حدود يعني الراوند ال 14000 تقريبا، يعني من 14000 ل 16000 القيمه. طبعا الرقم ما تاخدوش كمبلغ واحد، مش هتشعر بيه لانه انت بتدرس على مدار 6-7 شهور، فبيبقى مقسط يعني، ما يعني الـ الـ الامر الحمد لله. اذا البدايه كانت كورس كورس او نعم جزء جزء بيتم مراعاته طبعا، يعني منكم مثلا الواحد ما يقدرش يدخل في الماجستير على بعضه، هتاخد شهاده او اثنين مثلا وبعد فتره حبيت ترجع تاني، القطار ماشي، حضرتك بتطلع في القطار وتكمل، عايز توصل المحطه الثالثه الرابعه الخامسه تحت امرك. يتم مراعاته طبعا، حضرتك ان هو هيجبر يعني الاشياء الصغيره دي تجبر الماجستير ككل. نعم نعم طبعا نعم، احد المتطلبات يعني. احنا لما دخلنا في المجموعه الاولى في الرياض كان في زملاء حاصلين على السيبا من هيئه المحاسب المراجع، جبنا لهم معادله يا دكتور، خدنا لهم معادله من المجلس العام ودخلوهم على طول على انه ما يدرسش المحاسبه المصرفيه، لان في ماده المحاسبه المصرفيه هنا على انه ما يدرسهاش، والحمد لله اعتمدت يعني، في ناس اتخفض عليهم التكلفه ما حضروش الدورات ودخلوا وفروا حوالي يعني 25% من البرنامج سواء وقت او تكلفه او ما الى ذلك. فده يعني الميزه في مجال الدراسه، الجزئيات بتتكون في الاخر منها الدراسه الكامله. عفوا، هو ايه بعد ذلك الاستفاده من البرنامج ده على العمل في المؤسسات التجاريه نعم الشركات التجاريه؟ نعم صحيح صحيح، سؤال مهم جدا. لو انا اتكلمت على الشركات والمؤسسات الان دلوقتي، التوجه العام دلوقتي وهناك طرح مطروح داخل المملكة أن في خلال 5 سنوات هتتحول جميع المؤسسات المالية بشركات الأسهم والشركات المالية إلى معاملات إسلامية في خلال 5 سنوات من الآن. فكل ما يتعلق بالمعاملات داخل المملكة العربية السعودية، أنا بتكلم على المملكة الآن دلوقتي، طبعا على مستوى العالم التغير يعني ربما في بريطانيا أسرع من هنا الآن دلوقتي، إنما أنت بتاخد في اعتبارك أنه هذه التغيرات تواكب ناس متخصصين في دراسة المالية الإسلامية سواء في الناحية المحاسبية أو القانونية أو العقود أو التمويل أو الاستثمار. أي دراسة أنت تدرسها في هذا المجال هي رايحة في منطقة التطبيق العمل الآن، إما في الشركات اللي هي بتتعامل مع البنوك وبالتالي محتاجة تمويل إسلامي واستثمار إسلامي، أو داخل المؤسسة المالية اللي أنت بتقدم بها خدماتك إلى الآخرين. فالموضوع يبدأ من الشركات المتوسطة وانت طالع الى اكبر الشركات المالية، الشركات اللي طرح اسهمها داخل الاسواق بالاضافة الى المؤسسات المالية، اصبح يعني امر مطلب اساسي. طيب انا بالنسبة لي بشتغل في شركة او في مكان معين، المقولة بتاعت عمر بن الخطاب الحقيقة مقولة خطيرة جدا، من لم يفقه سوقنا هذا فليخرج منه، وإلا اكل الربا شاء ام ابى. فأي مكان في المعاملات احنا محتاجين ان احنا نحذر منه، اي مكان، لو عفوا لو سوبر ماركت، لو اي مكان ان لم يتاصل فيه الجوانب الشرعيه وانا مسؤول عن اداره هذا المكان ربما يعني، ودي امانه في اعناقنا. انا بعتذر للدكتور اذا كنت اطلت انا يعني. نعم نعم تفضل. من واقع خبره حضرتك التوجه في السوق المصري، نعم هل في تحرك بين الامور الشعبيه؟ طيب اقول نعم اقول لحضرتك بامانه شديده يعني، هذا الموضوع لن يقف امامه احد في هذه الفتره لانه اصبح مطلب عالمي الان. يعني في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي بيتم تطبيق والتحول في كثير من البنوك الى معاملات اسلاميه لانه خلاص المسيره اتحركت، فمن الصعب ان انت تتوقف. الفتره اللي فاتت انا جالي اتصال اقدم 4 برامج تدريبيه في بنك فيصل الاسلامي لمده 5 ايام البرنامج،
ما كنتش فاضي، اعتذرت ورشحت الدكتور سمير عشان يقدم البرنامج، والحمد لله يعني فالموضوع موجود. انا قدمت في مصر السي اي بي عده مرات، وكوننا مجموعه ماجستير مهني بتنطلق هذه الفتره في مصر. فعندك يعني بنك ابو ظبي الاسلامي اللي هو كان بنك التنميه تحول بالكامل، يعني بنك فيصل، بنك الاهلي النهارده طرح المعاملات، وبالتالي يعني اذا كان في حاجات مرحليه فهي يعني لن تقوى على هذا التيار، يعني لانه الحمد لله الامر اصبح عالمي الان وليس محل يعني. صح. الامر الثاني بقى نعقد النيه من الداخل. برنامج في الماليه، الماجستير في الماليه الاسلاميه ميسر بالنسبه مثلا لو جينا نقارنه مثلا بالماجستير بتاع جامعه الملك عبد العزيز قرابه 15 16 ماده. نعم. ايه الفرق يعني؟ الفرق مواد كبير. نعم. والله انا هقول لحضرتك على حاجه، خليني اتكلم على جانب. انا درست مثلا في الماجستير والدكتوراه في الجامعه في الجامعه الامريكيه المفتوحه، درست 15 ماده في الماجستير ودرست 8 مواد في الدكتوراه. فالعبره ليست بعدد المواد ولكن العبره بالتخصصات. فدي نقطه بتبقى مهمه جدا. انت عندك في داخل الماده الاولى بس تدرس فيها تمويل، تدرس فيها فقه اللي هي المصرف الاسلامي المعتمد، تدرس فيها استثمار، يعني ثلاث مجالات مختلفه، وبتدخل فيها كمان دراسات الجدوى. ولذلك بيعتبروا ان الماده ديت هي الاساس اللي هتبني عليه ما هو قادم، لان كل محور من دول هو يعتبر فرع من الفروع في الماجستير. خدت بال حضرتك؟ ففي بعض الاحيان النقطه الثانيه اللي عايز اقولها وديت حمدا لله، الماده دي كانت 5 مجلدات 1350 صفحه، المادة الأولى بس اللي هي السي اي بي. وفضل الله بشيء من الطرح والنقاش والتطوير مع المجلس العام أيام الدكتور عايز الدين خوجة، استطعنا أن احنا نعمل نوع من التركيز في هذه المادة، وأصبحت وحدة واحدة ومنهج واحد، إدى نوع من التيسير على الناس في موضوع الدراسة. إنما أنا قدمت المادة 1350، أنا نفسي أجهدت كمدرب، لأنه الناس كانت الحقيقة عشان تقدر تتحرك وتعمل معهم نقلة في خلال فترة زمنية كان شيء صعب جدا. إنما الحمد لله هذا تيسير من الله سبحانه وتعالى، فربما يعني الخير على قدوم الوردين. نعم. أنا يعني أعلم أن في موعد تاني لحضراتكم مع الدكتور، ولكن أنا تحت أمركم. مش عارف هل في فرصة بأسجل رقم تليفوني أو جوالي للتواصل بس يعني بعد إذن الدكتور. نعم. الله يبارك فيك يا حبيبي. اتفقنا انه لا يوجد محاسب لا يتعامل مع البنوك، وبالتالي يكون فاهم اذا كان البنك هيتحول لمصرفات اسلاميه، فانا من باب اولى لابد ان اكون على نفس المستوى في هذا الاطار. فنبدا نفكر في الموضوع بشكل جاد، ناخذ خطوات جاده وعمليه خلاص، وان شاء الله تكون يعني خطوه جيده ومفيده للجميع، وان شاء الله تعالى تكون بدايه طرح هذا الامر على مستوى المنطقه الغربيه كلها، لانه للاسف شديد نحن يعني نعاني من هذا الامر بشكل كبير. لا يوجد هذا الطرح في المنطقه الغربيه نهائي حتى الان، الا مجموعات متفرقه من خلال الجهات المتخصصه في العمل. يعني بنك بيعمل كورس او بيدي السي اي بي للعاملين عنده، بنك مؤسس ما فيش يعني على مستوى جماهيري، لن تجد هذا العمل الا في هذه البدايه التي بداناها اليوم. ان شاء الله تكون بدايه مثمره وموفقه، نسال الله ان ربنا يبارك فيكم جميعا. شكرا جزيلا، نشوفكم ان شاء الله على خير. و جزاكم الله خيرا.